شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، وهي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط. وأكد مدبولي أن التأسيس الإلكتروني للشركات كان أحد أهم قرارات الأعلى للاستثمار، ويضفي قدرا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار. كما وجه مدبولي بالترويج لهذه الخدمات المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة وصولا إلى تأسيس الشركات إلكترونيا. ومن جانبه أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المستثمرين لن يواجهوا أي شكل من مظاهر البيروقراطية، مشيرا إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق قفزة كبيرة في تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال.